أنا في الفصيل دول كعسكري مهندس، تخصص في فصيل هندسة. حكينا في مجال المناورة اللي كانت. صحيح. ماشي. احكي له عن المناورة. المناورة كانت هذه لازم كل الكتائب لازم تكون تاخذها، كل الفصائل. كانت نظام إنه جبات، إنه تقتحم كيبوتسات. فطلعنا في الجبات وضلينا إيش نازلين. كانت في بوابات مفتوحة، يعني ناس مختصة من قبل تيجي جيبات هذه يكون مفتوحة ليش البوابات والمناطق تاعت الكبوتسات يكون مجهز. فبنزلوا ليش الجبات وبنزل بوصلوا عند الكبوتسات، بنزلوا اللي في الجبات، فبنزلوا بيقتحموا ايش الغرف والمباني، بقعدوا ايش يقتحم في ليش في الغرف، غرفة ورا غرفة ورا غرفة، وبعديها بيخلصوا. لا ايش بيسووا بالغرف هذول زي ما حكيت؟ بيرموا قنابل وبضخوا طلاق. والهدف قتل. قتل. قتل مين؟ قتل جميع من في الغرف وفي المباني، يعني نساء اطفال كله من مرفين في المباني. اوكي. وحكيت لي انه كان واحد سال هناك بالمناوره كيف بدنا نرجع، صح؟ صحيح. وشو قالوا له؟ قالوا انت بتفكر حالك حترجع؟ يعني حتروح مش حترجع، انت جاي عشان تروح ما ترجعش. في المساجد بيختلف عن ليش عن العسكر. المساجد بيقولوا في قصة القتل والهذا بيختلف عن العسكر. في العسكر بيقول اقتل واذبح مين ما كان، يعني النساء والاطفال وهذا واذبح. اما في المساجد في الدين بيقول انه ما بينفعش يجوز انه تذبح المرأة ولا الولد الصغير ولا الاختيار ولا تمثل فيهم. وفي في العسكر بتلاقي القائد بيقول بدكم تحصوا على رؤوسهم، بدكم تقطعوا رؤوسهم، بدكم كل شيء بدكم تعملوا فيهم بشكل عام. وهذا حسب الدين ولا مش فاهم؟ هذا حسب الدين، حسب العسكر هذا. اوكي. الشيخ تبعكم اعطاكم فتوى تقدروا تقتلوا وتعملوا كل الاحترامات؟ قائد الكتيبه قال اقتل ودعس على رؤوسهم وبدنا نقطع رقابهم زي هيك. طلع حماس وطلع داعش، ايش بيناتهم؟ يعني شو الفرق بين الحماس والداعش؟ من الكلام يعني اللي قلت انه تقطيع الروس والاطفال والحرق والهذا، انه صارت حماس داعش، يعني حماس صارت داعش، انه داعش بتحرق هي وبتقطع وبتذبح، يعني صارت من حماس شيء اسمه داعش هالقد. يعني ايش صار؟ فش مخ، يعني بطلوا بني ادمين. اللي وصاروا ايش؟ بصراحة هونات يعني هذا العمل بنعملش كبني ادم، انه اقطع راس بني ادم او اسبي واحد جثة انه سبية وميتة واعمل فيها وازني فيها وهي جثة، يعني مش بني ادم بيعمل الشغلات اللي زي هيك. قلوها. قلوها يعني.